عندي شوربه عدس وحمص، دي ببوريه طماطم جهينه، يبقى عندي كمون، فلفل حار، زيت زيتون، بصل، عدس، مرق خضار، بوريه طماطم جهينه، احلى طعم، احلى لون، احلى ريحه طبيعيه 100%. حمص مسلوق، كزبره خضراء، ملح وفلفل وثوم وجزر. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشوف دلوقتي نعمل ايه. الشوربه دي لاخواتي المسيحيين، ان احنا صايمين نعمل حبه شوربه زي دول وجنبيهم شويه عيش محمصين ونعيش حياتنا، فيها بروتين وفيها خضروات، فيها حاجات جميله. المهم في الاول وفي الاخر هتطلع جميله وتعجب حضراتكم. كده انتم معايا اهو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده زيت الزيتون اهو اللي احنا اتفقنا عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي كده البصلية بتاعتي، نصلي على الحبيب. بنعمل حاجات حلوة يا رب تعجب حضراتكم. يبقى احنا النهارده بنتكلم على احلى طعم، احلى لون، احلى ريحه وطبيعيه 100%. ده الجزر بتاعي، قبليها ادي شويه كمون. ليه بقى بسلقه قبليها؟ عشان خاطر يطلع معايا مستوي مع الحاجه اللي انا بعملها كده. دي هعملها بيسس، يعني ايه؟ يعني مش هضربها في الخلاط، مش هضربها في الخلاط. كله طبعا الفلفل حسب الرغبة، يعني الشطة حسب الرغبة. حبيبي يا سيدنا محمد اهو، حبة الشطة هم برضو حسب الرغبة، ما بفرضش حاجة على حضراتكم كده اهو. صلي على رسول الله. كده ادي عدس اهو، ادي حمص، ادي شوية ملح، شوية فلفل،
وكده ناخد الشوربة بتاعتنا اهي، شوربة واخدة بوكيه جرنيه عشان تبقى طعمها حلو، واخدة ورق لورو وكرفس وحبهان وكرات وبصل وجزر، شوربة خضار، شوربة خضار بتطعم لي الشوربة بتاعتي اللي انا بطفي عليها دي. طماطم بوريه جهينة اهو.